الكرام. اللي شاهد صحناه يقلن وكل من تردد يندم. صح يقلن يوم فيها عبرة. وإياكم وإياكم تيعها الفرصة. أيها الجمهور الكريم، لقد ظل المسرح فنا منذ الصباح الباكر. أجل إحنا ساعتنا خسنا نفسه بسخافة وانت غزاو بالسخافة وانت عزاو بالسخافة. جمهور كريم، لقد ظل المسرح لسنوات طويلة يتخطى الصعاب. خذوا خذوا قاوديني وحبسكم. ولكن 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 احنا اليوم اش من يوم اليوم وصل اليوم جات فيا النوبة. احجر عافية انا ما عطيتي ساعة دير ولا ذبي وحبسكم بلا صحلاقي. فصالح الحلقة فيها وفيها. وزيدوا لبوصل احنا جينا نمثلوا قدام القهوة ديالك. راحنا غادي نرفعوا من المستوى ديالها. ولا غادي نرفع بكم دعوة. وانا غادي نحلوا القطعة ندخل لنا الأول. عالبصل عالبصل على كده. أيها الجمهور الكريم، خذوا الشباب الواعي المثقف المتمرس بالفن المخلص لقضيته ومبادئه. هاد الشباب هما اللي بغيتو يعطيو لي السيتا بعدي منهم. يلا حرف عليهم. أو سيدي غير خلي الناس تجلس ومن بعد العرض حنا غادي نتفاهموا مع الجمهور ديالنا. اللي بغى يعطينا شي حاجه تبارك الله، واللي ما بغى شيء على ترجع المسرح مكانه الثقافية ودور الفعال خدمة الشعب ومصالح الشعب. البطالة
أيها الجمهور الكريم، يسرنا بهذه خليكم اللي عنده كرسي خصو يشرب شي حاجه. شربوا اخويا، شربوا اخويا. هي الاولى، هي الاولى. ما تبغاوش يلا اش اشرب؟ هو مرزا. يلا هو مرزا. الوقت كيفاه؟ 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 الوقت ولا مهرسه ولا حليب بزوع. واش كاين البصر؟ كاين شوف، كاين عصير الليمون وثمانين ينكح. الله يخليكم الاخوان، غادي نبداو عطاكم شويه ديال السكر. الله يخليكم. صافي يلاه كملوا السكينة. يلا اون بلاص كل موند. ايها الجمهور الكريم، يسرنا بهذه المناسبة أن نبدأ برنامجنا لهذا اليوم واحد من أعظم كتاب مسرح العالم، ألا وهو شكسبير. أشكر أختي يا شكسبير. تو نسيت الكبير اللي كان ساكن على البصر. شكسبير كاتب مسرحي إنجليزي عالم. ومسرحية تدفع على جميع النقاد وجعلها من أعظم المسرحيات في العالم، ألا وهي مسرحية عطيف. شكون هو كتاب عطيف؟ واحد العاطي لبيتي تتي الله يهديك راه تبعي يا جد. دخلت غاسكولات. شكون هو؟ شكون هو؟ وغادي تهدوا المسرحية بواحد الطريقة جديدة اللي عمر شي فرقة ما تبقاتنا ليها. هادشي بالضبط جديد، والإبداع والابتكار ديال المخرج المبدع الزياني زايو. لتحية الخصال الكلاسيكي، ثم انتقل من المدرسة الكلاسيكية إلى المدرسة الواقعية، ثم من المدرسة الواقعية إلى المدرسة التعبيرية، ثم من التعبيرية إلى التجريبية. عاونوا الإخوان، عاونوا. الله مخصوص عليك. لا 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 كيف صدقة حلف الله محتاج التشجير. البدري والخوت بلنا راح تاو مواطن خصو يعيش بحال جميع المواطنين. بلنا تابعوا الكرا، تابعوا الضوء، تابعوا الماء، تابعوا الصرف والخلاص على الخير. بلنا الخوت عنده وليدات خصهم الحليب كيف كيشربوا وليداتكم، عنده وليدات كيمرضوا خصهم الدواء كيف كيداوا وليداتكم، عنده وليدات خصهم يقراوا كيف كيقراوا وليداتكم. الفنان ما عنده استقرار نفساني، الفنان ما عارف النظام الاجتماعي. إذا كان الفنان فنان باقي خصو يحي. صحي نعم. دابا انت باقي كاع ما صرفتش حتي وكتكون هذاك الكلام. كتضحك. صافي يا سيو،
أنا متفق معك. يا صندوق. أي أسل حنا وحنا ما جيناش باش نصلحوا المشاكل ديالنا لهاد الناس. حنا جينا نفرجوهم هنا. هالسر خصنا نفرجوهم. أنا باغي نصبح أنا. ماشي دورك أنت تصبح. ودور من هنا. هذا دور الصحافة الوطنية. هي اللي كيقدر تعرف بالمشاكل اللي كيتخبط فيها الفن والفنانين. أيوا فينا يا الصحافة الوطنية. راه موجودة. علاه انتوما ما كتباعوش؟ الله يرحمك. ما كنتباعو ما كنشرو. وانا كنتباعو ببطال. وانت ما تخلقتوش انت. وانا كنعرفو ان انت اللي زعما كيتخلقو. وتقول لي ما كنتباعو. لا زعما انا اللي بغيت نقول ما كتباعوش. هي زعما بحال حنا في كرة القدم. اللاعب كيتباع من فرقة لفرقة. فهمتي؟ شتي انا على اللي قدامكم باعو فيا وشراو شحال من مرة. انت انا راه كتيني قلت كنطير كنخلع. طول عليا باك اوليد. عام شفت يا بطل؟ هادشي بكري. ملي كنتك عليها كتدخل في الشكه وتختار النصرانيه. ولكن نهار تهرس. نعم. شنظني ديريجال القهوة الشعب وحنا باقي كنتكلفو مع ولاد الشعب. ايوا صبر. ولكن الحمد لله بخير. بخير باينة باينة. يا بخير. والثالثي مش حال هذا. لا لا بغيت تقول زعما والثالثي من الكلام. لا يمكننا نبداو. ابدا الله ابدا. اما الذي سيقوم بدور عصيه فهو ممشي الشاد حفظ عثره الى عالم المسرح واصبح من اشهر الممثلين في المدينه الممثل جلال الدهدولي. بدور زيدمونة فهي ممثلة شابة نادرة مقتدرة ردعت الفن منذ نعومة أظافرها. وصافي غوضة غوضة ما لا شغلك علم تموما كي حسان. أما الذي سيقوم بدور ياغو فهو الفنان. لا 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 أفتحني لا بس مية تعييز ولا بيهم. هالفنان الكبير هالمبديع هالمبديع ثم تغديروا لنا قاعد أتقول لا 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 صارك وصلا مع ثلاثة أو ما تشفينا لو أنت قدنا. لا ما يمكن ما شفت بما أننا في عشر سرعة ووقتنا من ذهب فإلى مسرحية عطيل الخالدة. باش ما نضيعوش فيكم وقتكم مع عطيل غادي نقدموا لكم مشهد كيتعلق بالغيرة. الغيرة أيها الإخوان هي من أهم الأخطار اللي كتواجه أمتنا العربية في الظروف المصيرية الراهنة. فإلى مسرحية عطيل الخالدة. بطل كيعاود ليا على الليت الابيض ودابا وقت الليت الابيض. ايوا الليت الابيض يا بطل. ايوا الليل. ايوا النهار. اشهدوا على اشهدا 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 لانه مثنى. ايوا الليل. الله عليك. ايوا الليل. ايوا النهار. ايوا الصبح. ايوا الفجر. اشهدا اشهدوا اشهدوا دو دو يا عبد الصح يا عبد الجمع. Amen.
بعدو ولا صحاب المهم راه فاهمين عليا. عرفتي قواعد اللغة قالها فاهمين. ايوا الليل ايوا النهار ايوا الصبح ايوا الفجر ايوا المساء. اشهدوا حتى البيت راه مبطل. اجي والله العظيم مبطل هاد الموهبة اللي عندك. اجي قول لي زينو ما يطلعش يتكلم على ذاك الصوت. حليق حليق هذاك حليق الصوت. نتكلم معنا في قطار حتى انت اليوم. انا نمثل معاك. اي غتمثل معنا. ولا في كيفاش زعما اجي والتلفيزه. وباب ديال ممثلين ولا ممثلين في السرب في قطار. يا الليل عشان بدك يحضيني باقي تراقي. ايوا الليل يا نهار يا الصبح يا الفجر شهدوا. خلينا بعد شهدوا على حبي بيت هنا. ساعدوني على فراقها وانا ماض الى المعركه. يا ابو يا ابو تعال يا ابو. نعم يا مولاي. لو ما عدت تترك حيالك تمكن تلقي كتبتان. نعم نعم مولاي. قل يا نعم يا عطيل ما تغليش المصاحب. كتبتان. نعم عطيل. تعال يا عزيزي. تعال أنجز لي لبعض الشعر. فأنت أنا بغي نقول شعر شديد شعر. شعر وشعر. هذه الفروف هذا شو يطاعي. أنا رفي نفسي الرجل. أنا ندير الدنسي ندرقها. تعال أنجزني. انجدني وهاد العفومة هاد الشتامة العفومة الشتامة العفومة واش بغيتي ندير لك انا بيفتيك هنا؟ تعال انجدني لبعض الشعر لبعض الصلوات ليرسل على مسامع بيت منى تلك الزهرة العطرة التي لم تعرف البندقية مثيلا لها في الحب والإخلاص. إنك تبالغ في ثقتك يا عطيل ولا ترى ولا 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 ترى أبعد من أنت. موسيقى هذه منى ليست مخلصة لك كما تتوهم. ماذا تعني يا يعقوب؟ أعني أنها تحب شخصاً آخر. من؟ أبوها عمها كلبها؟ شخص لا يمس لها بسرة إلا يعقوب. الرعد يبرهن على قدوم الشتاء والليل يبرهن على غروب الشمس فبرهن على خيانة لا يوجد. أعني البرهان. أين البرهان؟ برهان؟ ماذا؟ فرارها منزيلها؟ منزيل زيد منى؟ أين عثرت عليه؟ أين وجدته؟ كانت زوجتي تقوم على خدمة البيت وترتيبه. وعثرت عليه في ملاكو؟ اسم هذا المرحوم تلفا؟ عطيل ليس من تكلم تكلم يا يابو والا طار راسك الى دكانه. روما روما. عطيل اسال بيدمونة فعندها الخبر اليقين. الي بيدمونة في الحال. مصالحك من عندك تحس بشي معايا ضابط قاضي تشد. لا خلي عليك من عندك. لا ما تجيبيش انا خلي عليك. ولا عليك صافي يا بطل. شو يعني خيط انت؟ يوم غادي ولا بيها؟ جريت جريت حتى سينا عزيت فيه. الله 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 الحديقة الحديقة ولا القهوة. خرجوا عليا دون ما نتلاقوا. ولكنكم اللي تكون تمثل هاد ديال الممثله ما تقاطعوهاش. انا واخا تقاطعوني ما كاين باس. هادي راه مضحيه معنا كنت معنا غير تجلس والله ما بقاتش تكون مغنيه ولا شي غلطي. سيدة منى أين كنت حتى الآن؟ كنت
رحمه الله. اريد المنديل. لا 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 لا. منديل حبنا يا ديلمونة. لا 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 اعرف انك ربما 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 ما حصل. ايه ربما سقط من يديها في الحقيقة أنتي عشيقك يا خاتم. عطير تعال هنا يا عطير. مالك بطة ها؟ لا غير اختل شدتي كفرة ولا ولا يا هذه الماركة هذه تزرق لها عينها وما تهرس لها الزفر. اوه لا وانا تهرسها. انا شوف انا في سيريان دامج انت المخرج في هذه اللوحة وسيريان دامج انا ندامج. اوه انتي ما جو تهرس لها الزفر وانا اسمعها خانتني وبغيتيني ما تقبلها تجيك بطالة او التمثيل التمثيل غيرها ليجي ليجي. اوه يا عمي ما تشي واحد مسقوط وغادي أخر. عنده الحق العبراتيق ومن ذا تهم تهم بسوريا بسوريا أنا خطفي راح أتخذ خير بسوريا 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 أنا خطفي راح أتخذ خير بسوريا بسوريا أنا خطفي راح أتخذ خير بسوريا بسوريا. أين كنت في الحديقة؟ ومن دي؟ أين كنت سقط مني في الحديقة؟ في الحديقة أم في منزل عشيق يا لا عديلة الاستعمار كأن تخمون يا رب على سبيل البصر سأقتل سأخلك في رأسك يا عطاي سأضعك في الخطر. أنا لا أخطر يا رب أنت على خطر يا رب أنت تطوبي عنك شوية لكنت ففي موجودة سأقتل. ممكن معانا راه ما غتخش لي الهضره بالزربه قلتو قلت واش كتسبب من ضعف شخصية الإنسان وكتضيع العظيمة ديالو مهما كانت قوية. آي يا حبيبتي ديدرمونة فالصحبك إلى القصر لأموت وفاء لحبك. بينما كان عطير هذا البطل الإفريقي الشجاع كيستعد باش يخرج الحرب ضد الاستعمار ما لقاوش أعداء هاد الأمة إلا هاد أسلوب الخير أسلوب الغيرة باش يشدو على الخيام بالوادي. شوفوا عبد البطل الافريقي الشجاع هاد الفارس اللي بغاو يظهروه لينا من قائد طنزيد ما كيخافش الموت الى انسان مسحور ما قدر يعمل حتى حاجه. ولكن ايها الاخوان شكون المسؤول على تشويه هاد البطل الافريقي الشجاع؟ نعم ايها الاخوان هو المسؤول على المأساة اللي وصل لها بطل الافريقي الخارج عطاي. هذا كان في الجيم ديال العيالات كنا هي مخرج لي من ديرانا. وهكذا ايها الاخوان شاهدتم الفصل الاليم من فصول الاستعمار، فصل اللي ظهرت فيه النوايا الاستعماريه
أرجع الصور والأهداف. ولكن أيها الإخوان، يخفى نقولوا لا لليأس، لا لليأس، لا للاستثناء، لا للاستثناء. تاريخنا غني بالبطولات، تاريخنا غني بالمكارم. صعوبي ماشي هو البطل الوحيد في تاريخنا. خير قبل صفحات ديال التاريخ غادي نوجدوا بطولات وبطولات، ثوار ومناضلين ومقاومين. فباش بغيتو نبداو؟ صقر قريش حتى هو واحد من الابطال اللي عدتو الدوله العباسيه العمويه. العمويه في بغداد، في الاندلس، في الاندلس، في كل مكان. يلا عباد الله، واش بين ما كتعرفوش التاريخ ومن ما كتقراوش التاريخ، علاش كتسولوا لينا؟ علاش بقينا في الخير قرينا التاريخ ولا زال الله مقابل الجلاس القهاوي؟ وعلى انتما طلبتوا مني شي مساعده وصف وزيدون، انا راني واحد من الجمهور. ولا كنتو كتقدموا لنا شي عمل مسرحي وبالخصوص اذا كان تاريخي، فيا اما عطيو الحق تاعو كامل يا اما بعدو منه. بس نرجعوا ايها الاخوان، ثقه ما بينا مستقبلنا وحاضرنا، غادي نعيش لحظات مع البطوله العربيه والشهامه العربيه مع صقر قريش. ما عرفني من دلز الجهن ديال اللي يا غلام. اش هاد الشيء؟ صقر قريش الدجلي. عباد الله، هذا راه تشويه التاريخ. وقفوا عليا الشيء، وقفوا عليا الشيء. ندم ها هو دار يا الله. واش الشيخ هذا راه احنا كاع حبينا. احمد الله اللي غنقولوا لك تقدر صقر قريش. دابا غينا نكشفوا صقر قريش من تحت لفوق. اللي غنجيبوا الحوايج وفي غنعرفوهم. لا أبدًا يا غلام. ولكن صقر قريش كان أغمض العينين. تبغي تهدي لك بماذا؟ ترى يا أخي والله ما عندك فكرة عظيمة عندك. المرة المقبلة غنديروا الفومة تصور. إذا تمشوا لي الفومة يا غلام. يا غلام كلامك تعيد. يا غلام امحوا لينا فين المنتج كيف صوت الغلام؟ كيف مول الكرا ويهرب؟ ولا كيف تسوي 60 ديال الكرا؟ شكرا عليك بدات لي في المحافظه. صافي صافي غادي نروح لك تما. غادي تصدق لك فاطمه غادي نروح لك داك اللي قلت له. انا فاهم انا فاهم. يا غلام حاضر يا مولاي. هل من احد فعل عنك؟ هل من احد دين 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 قلب احد دين 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 حسن جدا. هذا تمشيل دابا نحجبو. هل من احد فعل عنا؟ بيت شارلومان. شارلومان 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 لعله يريد ان يطلب الهدى. قل له يا غلام، قل له يا غلام، قل له ان يد فليدخل في الحرب. فلا فلتخرج أنت يدخل هو. فلتخرج أنت يدخل هو. وخرج أنت. أجيبوا يا خلالي أخرج حتى سيدي كثير لي بالهبول. طافي ما قال لك عليه. يلا أخرج يلا طافي أنت يدخل أخرج يا فو مصر. السلام عليكم.
البرلمان يطلب مني هدنة شهر. شهر واحد فقط يا مولاي. قد أمدد الشهر إلى شهرين والسنة إلى سنتين، لكنني لن أمدد الهدنة يوما واحدا. سوف يصعق لهذا الجواب. ينطلق يضرب رأسه مع الحائط، لأنني لا أنسى ما فعله بلواعش روحي حينما سلبني تلك الجارية. الجارية كهرمان؟ ولكنه تزوجها وأنجب منها. منها بسببها لا أنام الليل والنهار، كأن في قلبي فلفل وضع. قل عند الفلفلة فلفلة. لا ما دخلت عليك بالله اني قلت لها جاع فلفولي، فهمت وراء فلفلولة. بعد يكون شد واحد شخصية جاي كما قال نسيت فين خلينا البصر. حميرة حميرة الفلفلة. منها بسببها لا أنام الليل والنهار، كان في قلبي من والهار. ولكنه يزال ذلك يا مولاي. أنا قامت لسه علي أن يعلم، علي أن يعلم هو وكل قادة الأمم أنني في حبها هيمان، ومن أجلها سأخوض حربا أتحرق الأخضر واليابس، ومعركة أين منها من الغبراء وداحل. حكم العقل يا مولاي. لن أحكم إلا السيف. وله يقول لك صدق قريش. نعم ايها الكلب الحقير مولاي شارلمان مشيت فعلم ان الموضوع معلق بين معلق معلق كل هو هذا كل هو هذا فعلم ان الموضوع معلق مرفوع معلق 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 أنا من أجل اللغة العربية وقت تقتلني. دابا دخلت عليك بالله إذا رفعناها كاع ولا نصبناها شحال وقع كاع. تهدم قواعد اللغة. ما القواعد اللغة ولا القواعد الصواريخ؟ قواعد اللغة أهم من قواعد الصواريخ، لأنها لغتنا وتراثنا وحضارتنا وما كيخصناش نكرفسوا عليها. والله والله ما مصيبه ها طالما طالما ان الموضوع معلق بيننا فانني من اجل الجارية كهرمان ساخوض حربا. اعبد راحتك اعبد راحتك قريش ما كانت تهمهم راحتك للدرجه. هذاك انا هنا ما نتفقش معاك. اذا كان هو ما كتهموش المراه أنا بعدا كتمني المرأة وتعي مرة دخل عليك بالله بصرك انت بصرها وانا مدد حي ورثة قدر بصرك تلقى بلا مرأة بلا زواج بلا حياة. ولا شكون اللي خلاني يا خويا كامل غيرهم. أقول عليك طالما أن الموضوع معلق بيننا فإنني من أجل الجارية كهرمان أجل الجارية كهرمان سأخوض حربا. أعبد الله أحرق الأرض. وهل تعلم كيف وصل إلى الحكم؟ لا لا لا
كان في العشرين من عمره، أرمد العينين، كان لي أستاذ حافي القدمين، عندما تحدى بغداد بأسرها بكل سيوفها ورماحها وطغيانها. وهل تعلم من كان يحكم العراق آنذاك؟ منصور سيبال، منصور مع أبو زعفر. منصور أيها الأبله، أنا أقول لك يعني الشاهد الإذاعية منصور. ولا أظنك تجهل ما يعنيه هذا الاسم. ومع ذلك تحداه وفك حصاره واخترق الأنهار والأدغال والكهوف ليبني مملكته بيتا بيتا. تصور فتى في العشرين من عمره يقف على شواطئ الأندلس وحيدا شريدا ليس في فمه كثرة خبز، وبعد عشر سنين كان في فمه مصير العالم. أسس مملكته سنة 38 بعد 100 هجرية. هذا هو قائدنا، هذا هو صقر قريش. العرض وما إغفر. ألم أكن أحسنني يا مولاي؟ لما الحقيقة غادي نجيني لها بوسة. إنني يا مولاي مجرد ممثل بسيط أردد ما يملى عليه. كلب ببغاء. وبعد المرات كلب ببغاء. إذن من المسؤول عن هذه الاستراءات والأكاذيب؟ الكتاب والمخرجون والمؤلفون يا مولاي. المؤلفون لأية قبيلة يلتمون؟ قائل يا مولاي، شباب لا أركوا يطلقون اللحي والسوالف ويتحدثون في المقاهي عن الضياع والتمسح والخقعية والفوقية والتحتية والسفلية والأرضية والميتافيزيقية ضياع؟ تمسح. تمسح؟ ماذا يعني هذا؟ متاعب العصر، تعقيدات الحضارة. حضارة؟ وهل عندكم حضارة أيها الممثل؟ نعم يا مولاي، عندنا في القرن العشرين حضارة مخيفة. كحضارة الروم؟ أي روم؟ كحضارة الفرس؟ وأي فرس؟ إن الحضارة التي ننعم بها يا أجدادي تفوق كل تخيل وكل تصور. هاي حدثنا. لا تثر فضولنا. لقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء في القرن العشرين. كل شيء، طعام، شراب، لباس، العلم، الأدب، كل شيء، كل شيء تبدل وتغير وترون. ودخل كرسي المعبية تدخل نور صوتنا يا مولاي، وأصبحت عندنا تكنولوجيا. إنها في ذاكرتي يا مولاي. وما هذا الذي تنفخه؟ أهو من الحضارة؟ هذا اختراع بسيط اخترعه لنا في القرن العشرين في الهبوب. وماذا عندك أيضا؟ عندنا يا مولاي عندنا مخترعات عجيبة في القرن العشرين. أرجيك لائحة مخترعات عظيمة. سجل أهدافكم. إنها في ذاكرتي يا مولاي. التعويض واجب للشيخ إلكتروني كامل. إنها أنت مولاي أنا مخترعات. عندنا قطارات وسيارة كثير وطائرة تطير وصواريخ عبر القارات وصواريخ مضادة للطائرات والفانتوم والميراج ومدافع الهون والقصص والأساطير الحربية والقنابل الطولية والقنابل النووية. احنا بغينا نقضيو على الإنسانية القوية. ما سمعنا بها أشياء لا تصح. أشياء لا تصح. أداتكم وشيتي تفضوا. إنها في ذاكرتي يا مولاي. وعندنا ماذا عندكم أيضا؟ عندنا البريد والتليفون والبرق والرعد والرعد واحد والرعد جوج وأموة وبرق مقدمة وبرق مؤخرة. توكلنا على الله. عظيم. سجل. إنها في ذاكرتي يا مولاي. وماذا عندك؟ عندنا الملاعب يا مولاي. ملاعب كرة القدم، ملاعب التنس، ملاعب الكورة، ملاعب الكرة الطائرة،
الوحيده، ملاعب لكره السله، ملاعب الفروسيه. الفروسية العربية. حدثنا عن الفروسية. الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا. احنا يا مولاي احنا عندنا الفروسية الحمد لله القديمة اللي ورثناها من عندكم، من عند اجدادنا اللي ورثناها. كانت عندنا ونحتفظ عليها البارود الطبوري، وعندنا فروسية عصرية. ملاعب يا مولاي، ملاعب لسباق الخيول، كنديروا الحواجز اللي تنصبح لازم يتحولوا بالحواجز. الحواجز. وعندنا ملاعب لسباق الكلاب، هذه كاع ما كانت عندهم سباق الكليبات. الكلاب يا مولاي، تجد الرجل يا مولاي بكفيه وقامته كلهم يا مولاي يراهنون على الكذب. كتشك لي ما عندوش نمره وكلنا كنتبعوا الفلوس، ويقولون ان الكلب سيفوز بمسابقه بالجائزه ويحصلون على الاموال. الجائزه؟ الكلب لا يدخل والاموال لا تدخل الى الجنيه. تقول وتجده يا مولاي في الملعب يقول الرجل استبعين وهي قد قالته مثلي على كلب، كيقول الكلب فينا خويا. ماذا يقول للكلب أخي؟ أقولها لعله من قبيلة بني كلبون. إنها في ذاكرتي يا مولاي. وعندنا السرعة. السرعة؟ حدثنا عن السرعة. إحنا يا مولاي عندنا السرعة في القرن العشرين، ما كاين غير السرعة. جري عليا جري عليك. المأكلة بالسرعة، الزواج بسرعة، الولادة بسرعة، الطلاق بسرعة، الموت بسرعة، كل شيء عندنا بسرعة. الشرف الطبيب، السرعة الطبيب، الساحل الطبيبات، الطبيبات بسرعة كيديروا بسرعة. السرعة يا مولاي، كل ما فيها هي هي السرعة. السرعة في كل شيء يا مولاي، كل شيء، كل شيء بسرعة. في الماكلة، نأكل لا بسرعة، نأكل بسرعة، لأن الماكلة كنطبخوها بسرعة. بسرعة كنمرضوا بسرعة، كنكسو المعدة ديالنا بسرعة، كنمشيو عند الطبيب بسرعة. الأطباء عراونا كيعريونا. هذا الفحص يكشفونا علينا بسرعة، كنمشيو الأموال بسرعة، هما كياخذوا الأموال بسرعة، وحنا مولاي كنمرضوا عليهم بسرعة، كنمشيو عندهم بسرعة. كلشي بسرعة. بسرعة يا مولاي بسرعة. ولماذا؟ قبيلة تنتمي هذه السرعة؟ القرع خلي قبيلة احنا قبيلة احنا احنا القرع 20 قبيلة 20. إنها في ذاكرتي يا مولاي. وعندنا مسارح ودور السينما ودور الثقافة والتلفزيونات والإذاعات و البرامج الدولية والعالمية والإذاعات العالمية. وعندنا يا مولاي عندنا دور ثقافة، رائع. حدث ولا حرج. رائع. المحاضرات، الندوات يا مولاي، والمحاضرات والصحافة، والمجلات والكتب. صحافة تقدم عظيم. تقدم عظيم. تسجيل. إنها في ذاكرتي يا مولاي. الحمد لله. هذا ما كنا نتمناه لأحفادنا في القرن العشرين. قراواتشي كله مسارح شوية. قراواتشي كله حفظوه. شوف. أعطيتي العقوبة. شوف. الطريق الأوروبي في طرف القصر.
هذه غصان طبيعية وكنا كنطالعوا كل البطل المغربي محمد الكرش. عربية تصبح ملكة جمال العالم. إنها حفيدتي، إنهم أحفادي. شكرا لك يا بني. الحمد لله. لقد أفلشت صدري بكل هذه الأنباء. لقد اطمأن قلبي وعادت ثقتي بأحفادي. ولدتم من شعر. شكرا. ولدتم من شعر. عبيد الله. نعم. إلى التاريخ. لا 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 يا مولاي. لا. وجيتي لعنا في القرن العشرين وجيتي لعنا احنا في القضية في الديو هذا نبدا نعطيوك شي هدية من داك الأدوات ديالنا. هدية؟ هدية؟ لا 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 وإلا أغمي عليك. أغمي عليك؟ أنباؤك أجمل الهدايا. إن الهدية إذا دخلت بيت خادم خرجت العدالة من كواه. أنوري غير بعدا نسيت ما تنسيش عن بعدا أنوري كما كي عادة جال قبل عشرين ما كانش عندكم النظارات والنظارات أنا تجيب لي كركة ديال جال دوام واحد وما بغي أخذ أنت هذا النظارات وإلا تو ولا بحب جال دوام تقفر كي جالت الدنيا تيو تيو إني أرى على وشك السواد. يا الله خيمة والله تحمل باليد خيمة انظر يا مولاي انظر إلى أعمدتها كيف تنطوي. رائع 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 الصف مولاي وعندنا كرك والشعر والسنان يكفي والقلب كرك والقلب ونحيدو يكفي نحيدوها كبدة كل شيء حال واحد يحيد كبدة يكفي يا بني. إن النماذج التي رأيناها والأنباء التي قرأناها تجعلني أكثر ذهوة. ما أفهم من هذا أن ما بيننا من سوء تفاهم قد انتهى. لقد غفرنا لك وسامحناك يا رسول أمتنا في القرن العشرين. الحمد لله. الله يبلغك. مولاي. الوداع. الوداع. لماذا لا نبعث به لإحدى الولايات ليكون واليا لك بها؟ إنها والله لفكرة جديرة بالتنفيذ. أنا أكون وليا ولمن؟ في الحقيقة يا مولاي فأنا قد خلصت لتحمل المهام الجفان. إنني لا أعرف بأي لسان أشكركم. إننا اخترناك لثقافتك وحسن اطلاعك. شكرا شكرا. ثقافة عند المشرفة. فعلا يا مولاي أنا مثقف كبير عندي خمس شهادات. شهادة ابتدائية وشهادة تكتيلو شهادة السياقة وشهادة الاحتياج وشهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أتقن ثلاث لغات الفرنسية والأنجليزية والألمانية رائع رائع والعربية الفصحى بعثوا إلى الدول الأجنبية. De faire votre connaissance, monsieur Sakakovic.
حياتي حسبينا الله كما ندوروا عاكلين أحبوا أن أسأل أية ولاية سأتولى الولاية التي تريد أمل أن تكون معتدلة المناح المناح يكون سأضع كل شيء في اعتباري أية ولاية إيه بغيتي أنا الأندلس أعز الولايات على قلبي ولكن الأندلس يا مولاي ماذا رحمه الله ماذا تقصد برحمه الله منذ مئات السنين في أطفال من دمالك ماذا أسمع إنه يمزح إنه يمزح يا بني إذا كان من ورد أحمر ما زال يتفتع في سهول الأندلس فلأنه مروي بدمائنا فهمت قصة الأندلس كبيرة عليه ويريد ولاية وسطة الأسكندرون إنها والله أغلى علي من ولد سليمان ملاك لا أحلى ولا أزمل وشعب لا أطيب ولا أنبل أسمعك ولكن الأسكندرون هي الأمة ماذا؟ راحت منذ مئات السنين حتى لها الأطراف إنه يمزح يا مولاي ممازح الأندلس كبيرة علي والأسكندرون صغيرة ويريد ولاية وسطة وجدتها فلسطين أشمل بلاد الدنيا قاطبة تسمعك ولكن لا حجة لك عليها لا حجة لك عليها ولكن لم أعد أطيق مساحك ثلاث ولايات معجونة ذرة ذرة بدمائنا ودموعنا لن أقبل أبدا أن تكون موضوعا للتفكك فلسطين فلسطين مهبط الرسل والأنبياء فلسطين مهبط الرسل والأنبياء أصبحت مهبط النضاليين والفانتوم هذا مستحيل مستحيل قد تطرد النجوم من السماء ولكن العرب لا يطردون من ديارهم قد تفر الأظافر من أصابعها ولكن العرب لا يفرون من وطنهم فلسطين لا بد من حل لا بد من حل عبد الله ورايا مات خلق اليوم كل شيء المواطنين سواسية أمام القانون وانصافت معك ولكن كما قلت لي وعيد ما تأكد عليه لهذا شق قريش إلى عون فيه وخليت يدخل راح أدخل معه التاريخ إيه وإذا أقرأ عليك التلاميذ في المدارس وأدخل المعروف وإذا يقولوا مثلا في ظرف من ساعد شق قريش قد يقول التلاميذ كن يحسن الزواج ساعد فقر قريش الاستاذ ولا السيد ولا الرجل اسمى الله انا اسمي سلك ليا ايه قد يقولوا ساعده مسلك الايام لا لا سيجنران سلك ليا والسيدة برا اللينسا اللينسا شي تلميذ تنسا مسلك ليا ورا الجعفر خطم في حد ايه غسولي مهم يسخد على قبلي انا على قبلي نطلع من التاريخ واش تيجي لي كيهمني هو زاد سميتي سمي الفاز زياده اما انت ادخل معاه التاريخ انا خليني ندخل على سوق راسي كان كيقراو عليك الطلبه قراو عليك الطلبه هيا حكرتيني انا لا حكرتيني لي لا حكرتيني بلي كتقول لي يقراو عليك زعما شنو هي شنو ما كتقول لي مهم لا شنو هي زعما كتقول لي انا ميت وانا حي ما كتقول لي مهم شو
شوف أسيدي، أنا تلامذ كاين اللي قرا عليا. شكون؟ الظلمة. الله يقرا عليا. فهمتي؟ وعندك حقر ليا؟ لا ما حقر. أنا كنشوف لك حقرتيني. أنا مولاي راه حبس. واحد المطربة مشهورة في الدنيا، عرفتي علاش؟ علاش؟ أنا قبل سنيات ولا ما عندهاش. أييه. وباغيني يخليها. وهو ما يدخل فيها نخليه وتكري ما عندي زوجي. كارتي ولكن حقرت. إيه قول لي قول لي أنت. واش تبدا الجو ولا مازال؟ مازال تسنى يحق بحال الناس. أنا قلت لك راه ماشي من أيوا الناس. أنا تسنى يحق بحال الناس. قلت لك من تجي تسنى. شتي راه سرعيت له في التليفون قول له راه ما تنسوش هنا. ها هي شتي. شحال من كذبت عليك ولا شي حاجة؟ ما كاينش كلشي تسنى. النوبة ولا من جات؟ ها هي. شوف التليفون قول له ما تنسوش. أيوا تسنى يحق بحال الناس. تفضل تفضل تفضل. اهلا
اهلا اشهد المفاجاه العجيبه الغريبه اللي رماتك عندي في هذا الخلا. وشنو اللي غادي رميني عندك من غير الفن؟ ولا سيما غادي نصاروا اليوم مع الفنانه الكبيره وبالخصوص كازينو التقدم. لا اي ميسي دونالد ما تبغيتو غاعاني ليك وخوا خلي ما عندكش واحد الدنيا كيما تدوز تيتو تيتو وانا كما كتعرف مون بيبليك ما يمكنش ينصاد غير وصلوا لي نيمو غادي يعملوا ان ستاندارد. وي 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 يمكن يهبطوا كلابين يمكن يقطعوا لي زافيش اللي فيهم التصاور ديالي كيما كان ليك كيما تفوتي كيما كان ليك جوسي جوسي ولا سيما غادي صاروا مع الفنانة الكبيرة اللي حصلت على كفة ديال الميدانيات. أجل مدام سوسو غادي تتابع السفر ديال الفيحة. أجل بغينا شو على الخير. وي أسمع غادي تدوز عندك مدام سوسو. غادي تدوز عندك مادموزيل سوسو. ماشي ضروري تعرفكم هي. نعم. إي غادي تجي عندك وغادي هو صف سيزو غادي يتبع السفر ديالك يبغي موش. انما عندي لك واحد طلب. وي وي بيان سور بيان سور. طلب لا 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 اللي غير بغيت نقول لك انا بغيت قبل ما تخرجي من مون بيرو جن في لي المسامع ديالي غادك الموال اللي كيمرمدني. Mais quand même, c'est pas vrai. C'était un bureau. حتى نعرف ماذا حتى نعرف حتى
نعرف. ماذا جئت تعمل هنا في بلادنا؟ لقد أجبتك بوضوح من قبل. أنت غير واضح. قلت لك من قبل قدم شاهدين. أنا شاهد. داس عكس خط خسقرت. أنت شهدك ما ديجت. قل لي وزيت مغيي. هل أنت متزوج؟ نعم. وكم ولد عندك؟ إنهم كثيرون وأنت أحدهم. أنا؟ أنا ولد أنا. لا ودابا هو شفنا في عقاب السوق جبنا وحنا الأحفاد ديالو. زعما ما قال لي ولدي زعما كيقول لي ولدي كلشي حنا ولاد. ولكن أسيدي التلميذ ديالك أنت اللي عندنا هنا تيقول على أنك مزداد سنة 113 هجرية. 113 هجرية سيدي إلى الآن غادي نحيدو منها غدا ما ميزوسوس 1285 عام. أين كنت طيلة هذه المدة؟ في المقبرة. في المقبرة؟ ولماذا خرجت؟ لأساهم مع أحفادي في تحرير فلسطين لأننا من أنتم؟ وباسم من تتكلمون؟ باسم الشهداء جئت أسألكم. اسمع سيدي الشهداء الله يخليك. كنا عندنا غير عن الشهداء ماشي غير انت. ولكن القضية ما كتمت يا بوحدك. قضيتنا كتمنا كاملين ماشي غير انت. وانا اللي كامل فاتشي كله وهو جواز سفر باسبور. واش لا تسرقي تسرق العينة الراجل عندك حتى كاري ديال الحياة. كاري ديال الجامعة عندك انا اللي كيهمني هو كاري. ماشي كاري اذن عندك الحوار اذن كله اذن انه يريد اذن. ومتى كان العربي في حاجة الى اذن حتى يتجول في أرض آبائه وأجداده؟ انتهى عهد الفوضى فهذا عهد النظام والقانون. وواجبي هنا أن أدقق في كل شخص من هو ومن أين قادم وإلى أين ذاهب وكيف وبيت وظل وأصبح وأمزى وربما تكون عميلا للغرباء. للغرباء ضد بلادي ووطني. وأنا الذي شاب الهيدي قبل شعري في الدفاع عن ترابها ومقدساتها. وما الذي يثبت على أنك لست عميلا للغرباء؟ حكي معقول إذا تبحث تحمل أتي واش انت أحمق؟ واش دابا انت كتظن سقر قريش اللي عنده هذه الغيرة على الوطن ديالو على الأمة العربية غادي يكون عميل الغرباء؟ وانت دابا سي كتوريني خدمتي يا سندير. نقول لك خذ أمورك سوق راسك. أنا اللي كيهمني بكل شيء وهو باسبور السفر. جواز السفر. جواز السفر. أنا اللي كيهمني جواز السفر. ورقة 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 فيها تصويرة منين أنت جات حولت هي اللي كتهمني لنا فهادشي كله. لحقاش انا كنعرف واحد على كثير ديال الاشخاص اللي كيتواجدوا على بلادنا باسم خبراء وادباء ورياضيين وفنيين وهبيين وهبيات كيتكلموا العربيه احسن مني ومنك. ومع ذلك اكتشفوا انهم بالاسبيوناج. جوازي لاية قبيلة ينتمون؟ لا القبيلة كانت مولاي وين؟ استقر قريش. ولقد وقعت وجمت بوند لن ينقذك من هذه الورطة. نعم لأية قبيلة ينتمي بوند جيم؟ والقبيلة الاسبيوناج جواسيس. نعم هو انا. نعم سي. نعم سي. واخ اغفر لي يا مولاي. مولاي استقر قريش في ثيابك والله رائحة الأندلس. شكرا يا أحفادي.
شكرا يا أبناء التحدي، شكرا يا أحفادي. قد يتزعزع برج بابل من أساسه، وتنهار جبال الكون من جذورها، ولكن ثقتي بهذه الأمة لن تتزعزع، وإيماني بهؤلاء الأحفاد لن ينهار. إلى الوحدة، إلى المعركة. عندك كل ما يهمنيش.